كل مخلوق من حيث هو، من حيث حيثية واحدة وهي المخلوقية، فقير. لأنك مخلوق أنت فقير، انتهى الكلام، ما في نقاش. ومعنى أنك مخلوق أن لك بداية وحتما لك نهاية. ألا تموت أنت؟ أنت مخلوق حي، ألا تموت؟ تموت وتهلك وتذوب وتضمحل وتفنى وتتلاشى. غني عن ماذا أنت؟ لست غنيا عن أي شيء. باستمرار أنت حياتك كلها مجرد حلقات متراكبة متواصلة من الاحتياج. احتياج يسلم إلى احتياج، وفقر يستدعي فقرا، وباستمرار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أكثر ما لا تلتفت إليه هو هذا النفس الذي تأخذه. كل شيء تقريبا يتوقف عليه. أنت محتاج إلى هذا الهواء، ومرة أخرى هذا الهواء الذي أتنفسه أنا. أنت تشهق ما أزفره أنا وما يزفره هو وهي وتلك النبتة وذاك الحيوان. من هنا وحدتنا مرة أخرى، لا أحد منا يستغني، نحن شيء واحد. وهذا الواحد كله يدين إلى من؟ إلى خالق واحد، إلى مبدع واحد أعطاه قانونه وأعطاه مدده الذي يفعل فيه القانون وينظمه ويدبره. من هنا المنطق الحقيقي للإنسان وللوجود ينبغي أن يكون منطق ماذا؟ تماماً أن يكون منطقاً مؤسساً على شيء آخر عكس الاستغناء. ما هو؟ الفقر والاحتياج. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يجب أن أفهم هذا جيداً كإنسان يا إخواني. حديث مش حديث ديني فقط وروحاني، لا، كإنسان يجب أن أفهم هذا تماماً لكي أستقر وأتزن وأسعد وأنضج أيها الإخوة.